كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق والبطوله الثامنه كاس السوبر الافريقي، ويبقى الاهلي دائما يحلق بعيدا. الاهلي لا يعرف المستحيل زي ما بيقولوا كده، يعني الحمد لله ربنا كريم. النهارده مباراه صعبه، واحنا قلنا فرقه الرجاء فرقه محترمه والمباراه مش هتكون سهله، لكن الحمد لله توفيق ربنا، اصرار لاعبي النادي الاهلي حتى الثواني الاخيره واللحظات الاخيره، قدر طاهر محمد طاهر يعني يفرح او يرجع النادي الاهلي للمباراه مره اخرى. مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته وكل المنظومه في النادي الاهلي. النهارده الحمد لله ربنا ما حبش يخذل الناس اللي موجوده في الاستاد النهارده. صحيح. شفنا اعداد كبيره النهارده من جمهور النادي الاهلي، كانت هي العدد الاكبر اللي موجود في الملعب. لكن الشوط الاول مباراه، الشوط الثاني مباراه ثانيه تماما. موسيماني خد بكل اسباب النجاح في الشوط الثاني، واحنا قلنا هنا في بين الشوطين لازم على طول، التوقيت مهم جدا في المباريات دي. فعلا صحيح، ما تاخرش. طبعا التوقيت ان كل دقيقه محسوبه في المباراه. مزبوط. قلنا كنا بنطالب ان محمد شريف ينزل بدايه الشوط الثاني بين الشوطين، عمل كده. وكنا قلنا برضو احمد عبد القادر على طول لو الفوز اتاخر، وغامر وكان عنده جراه هجوميه، خد بكل اسباب النجاح. علشان كده التوفيق جه. اتاخر لاخر ثواني الاخيره، لكن التوفيق جه. وقلنا قبل بدايه المباراه لازم يبقى عندك تركيز في المباراه وتركيز في ركلات الجزاء، مباراه ثانيه لازم تكون مستعد ليها كويس. اخر بطوله خسرها النادي الاهلي كانت امام طلائع الجيش السوبر المصري. ما كانش فيها وقتها الاستعداد للمباراه الثانيه هي ركلات الجزاء. النهارده استعداد، النهارده لما تشوف التركيز الكبير على كل الناس اللي بتسدد، ناس شاطه تسديدات كلها في حتت صعبه جدا، ده مدي تركيز كبير جدا. علشان كده النادي الاهلي النهارده يستحق الفوز. طبعا الرجاء المغربي جه في الشوط الثاني بدأوا بقى يلجأوا للكرات اللي احنا قلنا معتاده من شمال افريقيا، تضييع الوقت وكان مبالغ فيها. صح. يعني كان الحكم صح. لازم يستحق على الاقل 6 دقايق وقت ضايع. لو كان في وقت ضايع كافي في الشوط الثاني مع نشوه الفوز مع الدفعه الكبيره، كان ممكن المباراه تخلص قبل ركلات الجزاء. لكن صح. في المجمل مبروك للاعبي النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني موسيماني وسامي رمصان سيد حفيظ كل الجهاز الفني، مبروك برضو للجهاز الطبي اللي اشتغل الفتره اللي فاتت وقدر ياهل اللعيبه ويرجعها، رجع من فتره صعبه جدا كاس العرب، اجهاد ذهني واجهاد بدني، انك تشتغل على كل النواحي دي ده شيء جيد. برضو تحيه للجهاز الفني اللي كان عندك لعيبه في مصر برضه شاركت النهارده، واحد احمد زي احمد عبد القادر بقى له فتره بعيد جهزته وكان موجود في الصوره، شفنا الشوط الثاني نزل ازاي. فانت قبل المباراه كان عندك حاجات كتير بتشتغل عليها. علشان كده النهارده بنقول للنادي الاهلي مبروك، التوفيق جه علشان كل اسباب النجاح النادي الاهلي خد النهارده بيها.